نتحدث اليوم عن فوائد الحمص. طبق تحضيره يتكون من 6 مكونات: الحمص في حد ذاته، زيت الزيتون، الليمون، الثوم والملح. عند شراء الحمص انظروا إلى المحتويات وتأكدوا من عدم احتوائها على مواد حافظة وكيميائية، وبالأخص زيت الصويا. الحمص يتمتع بخصائص، من أهمها التخفيف من مقاومة الأنسولين، كما أنه جيد بالنسبة لسكر الدم، مع أنه يحتوي على نسبة لا بأس بها من الكربوهيدرات. يحتوي الحمص على الألياف غير قابلة للذوبان بنسبة 75%. عندما تصل هذه الألياف إلى القولون الغليظ، تبدأ الميكروبات بالتغذي عليها، وتبدأ بإنتاج ما يسمى الحمض الزبدي أو حمض البيوتريك، الذي يغذي خلايا القولون. ويفيد هذا الحمض أيضا في التخفيف من مقاومة الأنسولين. يعد الحمص غنيا أيضا بالمولبيدينيوم، الذي يساعد الكبد على طرح سمومه، وهذا شيء عظيم.